وهحط لكم اللينكات في صندوق الوصف تحت، تقدروا تدخلوا عليها. طبعا انتوا عارفين ان دي اول مرة ليا على القناة، فما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير للقناة عشان تكون كبيرة بيكم، وعايزة الفيديو ده يوصل ل 1000 لايك. ما تقول حاجة نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، اصحابي وحبايبي وكل الناس اللي في حياتي. انا طالعة بخصوص الستوري اللي انا كنت نزلتها قبل كده، ان انا هرسم اي حد فور فري. طبعا انا ما رجعتش في كلامي، بس كل الفكرة ان انا عارفة ان انا غبت كام يوم بسبب ان الموبايل كان بايظ، وزائد ان كان في عدد كبير جدا منكم بعت لي، فانا قررت ان انا اعمل مسابقة بسيطة خالص غير مكلفة. طبعا انا لقيت اكتر من 50 حد بعت لي ان هو عايز يترسم، يعني ممكن يكون الرقم وصل ل 90 فرد. انا طبعا مش هقدر ارسم لكل ده، بس انا قررت ان انا اعمل كل فتره مسابقه. المسابقه دي انا هختار منها 5 اشخاص هرسم لهم البورتريه فور فري من غير اي حاجه خالص. والمسابقه عباره عن ان انا هبعت لكم اللينك بتاع الصفحه بتاعتي ولينك القناه على اليوتيوب. ودلوقتي كل اللي عليكم دلوقتي اللي انتوا هتعملوه ان انا هنزل لكم اللينك بتاع البيج بتاع دالي ارت والقناه فنون وابداع. هتعملوا لي لايك وسبسكرايب وهتعملوا لي شير وهتضيفوا اصدقائكم على دالي ارت، وكمان هترشحوا لاصدقائكم القناه بتاعتي. ان شاء الله هنزل عليها محتوى فني كويس. فانا من اللي هيحصل ده انا هختار 5، انا هعمل لهم البورتريه فور فري مجانا. وكل فتره انا هعمل مسابقه زي. وكل فتره ان شاء الله هعمل مسابقه زي دي، هختار منها 5 بحيث ان انا هرضي كل الاطراف. فالمسابقه دي مش هتبقى مره واحده، والخمسه بس اللي هيترسموا المره دي، في غيرهم 5 كمان وفي غيرهم 5 كمان وخمسه كمان عشان نرضي كل الاطراف. بس هو الحكايه حكايه تفاعل نسى اكتر. كل سنه وانتم طيبين، يا رب ما اكونش تقلت عليكم. كل سنه.